بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلابنا الأعزاء، كيف حالكم؟ إن شاء الله دائم بخير. درسنا هذا اليوم هو عن حل وشرح توضيح أسئلة اختبارات التلفزيون التربوي الأسبوع الثاني. يعذروني طلابي، ما الثالث إن شاء الله أكمل لكم شرحكم، بس شوية صحتي مو زينة هالأيام، إن شاء الله بس شوية أصير زينة دعولي أرجع أنشر لكم وأكمل لكم السلسلة مع المنهج. ادخلوا على القوام تشغيل للفائدة. يلا يا أبطال نبدي درسنا الأسبوع الثاني. صح مضى عليه هواية، نزلت باقي الأسابيع بس شوية لأن مريض فمتوقف عن نشر هاي الفترة. Sample questions، أسئلة النموذجية for the third intermediate classes، للصف الثالث المتوسط. From lesson 5 to the end of the unit، من الدرس الخامس إلى نهاية اليونت. السؤال الأول، complete question 1، complete the following sentences in a more polite way. أعد أكمل كتابة أكمل فراغات الجمل التالية باستخدام الطريقة المؤدبة الأكثر أدبا. He is stupid، هو غبي، فش نقول عليه؟ He is not، مدام قال لي بالنوت. احنا عندنا is بis فنكتب a bit وعكس a bit ونفس الصفة. Is isn't نكتب very وعكس الصفة. Can't بcan't نكتب ننقل كل شيء ونحط very well. Can't بisn't نحط very good at اسم الشيء. زين عيني؟ فهنا is بisn't، إذا إيش راح يصير؟ very عكسها، عكس stupid لو تقول smart لو تقول clever. فالجواب راح يكون he's not very smart، هو ليس جدا ذكي، أو he's not very clever، هو ليس جدا ذكي. smart وكليفر اثنات معاكسات للستيوبيد، او تقدر تقول انتليجنت ايضا هماتين، سمارت او كليفر او انتليجنت كلهن صح. يا هي اسهل عليك اشتغلها. نمبر 2 هي از ليزي، هو كسول، هي از فراغ ليزي، نفس الصفحات لياها وازب از، اذا بس احط ابت على غيبي، بس احط ابت على غيبي بالفراغ، بس يريد ابت فصير هي از ابت ليزي، هو نوعا ما أو قليلا كسول. زين البعدها she can't sing she is not، can't isn't إذن هاي راح تصير very good at والفعل ضيف لها ing، راح تصير بهالطريقة she is not very good at والفعل بي ing اللي هو singing، she is not very good at singing، هي ليست جيدة جدا بالغناء. النمبر 4 he can't paint he can't، can't بcan't إذن انقل باقي الجملة وحط very well على غيبك، راح يصير بهالطريقة he can't paint very well، هو لا يستطيع الرسم بطريقة جيدة. البعدها she's bad at football she's not، is isn't إذن very وعكس الصفة وكمل، راح تصير she's not very عكس الباد اللي هي good، she's not very good at football، هي ليست جيدة في لعب كرة القدم. البعدها number 6 she's boring she's فراغ much fun، مطيني هو عكس الصفة، boring احنا متفقين عكسها interesting او fun، اوكي فالmatch وهنا الmatch اللي هي مرادفة للvery، اوكي والreally much و very و really نفس الشيء وراهن عكس الصفة، بس هنا أنا محتاج شنو النوت، فراح يصير she's not much fun، يصير she's not very interesting she's not really fun she's not really interesting she's not much fun she's not much interesting كلهن صح، تحط much تحط very تحط really صح، الmatch و very نفس الشيء عادي، هنا much really very وهنا تحط fun او تحط interesting هم عادي عكس boring. زين عيني. البعدها she he's unfriendly he's he is be is then a bit to عكس a bit ونفس الصفة، او يصير not very وعكس الصفة، بالحالتين اقدر بالطريقتين اقدر، ما جبرني لانه لو أقول he's not very friendly لو he's a bit unfriendly بالطريقتين صح، مدام عندي is بis أقدر a bit ونفس الصفة
a bit unfriendly أو not very عكس الصفة. السؤال الثاني question 2 يقول لك write the opposites of these words, اكتب معاكسات هذه الكلمات. Dangerous خطر عكسها safe آمن. Old fashioned قديم الطراز عكسها modern أو fashionable. و expensive عكسها cheap. وال happy عكسها sad أو unhappy. Old عكسها new أو young. Uncomfortable عكسها comfortable. إذن الأجوبة الدينجرس خطر عكسها قلنا سيف آمن. الأولد فاشند قديم الطراز عكسها مودن حديث أو فاشنابل معاصر يعني. الإكسبنسيف غالي عكسها تشيب رخيص. الهابي سعيد عكسها ساد حزين أو أنهابي غير سعيد. والأولد قديم عكسها نيو جديد أو يانك صغير بالعمر. والأنكمفورتابل عكسها كمفورتابل غير مريح ومريح. البعدها سؤال التعاريف question 2b write words that match these definitions, اكتب الكلمات اللي تطابق التعاريف. It makes cars, boats and planes move, تجعل السيارات والقوارب والطائرات تتحرك. اذا هي لو تقول an engine اللي هو المحرك او تقول fuel الوقود اثنين صح. هاي بالمنهج موجودة بالكتاب بس هاي سنة من السنين جابوها كخلنا نقول فكرة خارجية وحيرة والطلاب بها فالتثنيات نحفظهن بس كمنهجيا هاي الموجودة بالمنهج. الانجن المحرك وفيول الوقود كيفك بعد. Words and pictures to help sell things, كلمات وصور تساعد على بيع الأشياء. إذن هي لو تقول عليها adverts إعلانات أو advertisement الإعلانات. بالكتاب هاي الموجودة بس سنة من السنين جابوها هيجي. الوراها a person who helps others is, الشخص اللي يساعد الآخرين من كلمة help فإذا هو helpful متعاون helpful. البعدها you can clean your teeth with this, تقدر تنظف أسنانك بيها مدامك teeth. إذا أقول عليها toothbrush فرشاة الأسنان أو بس أقول brush أم صحيحة. والبعدها three or more people in, waiting in a line, ثلاثة أشخاص أو أكثر واقفين بطابور اللي هو a queue طابور. البعدها ذني التعريفين وزاريا ما جايات ولا سنة بس تهيئوا لهن إذا أجني دير بالكم. What do we mean by, ماذا نقصد بهالكلمات passengers الركاب والباونس يرتد. فتعاريف راح تكون passengers the other people in a car المسافرين الركاب اللي هم الناس الآخرين في السيارة من عدا السائق. والباونس اللي هو go up and down ليرتد يعني أعلى وأسفل يرتطم أعلى وأسفل. أوكي السؤال اللي بعده عندك هاي الكلمات question 3 استخدمهن املي بيهن فراغات. التمرين هو نفسه أصلا موجود بالكراسة. My brother is very hard working, أخويا جدا شاطر. He always does extra homework, لأن هو يحل واجبات كثيرة إضافية. مدامك homework و does extra إذن hard working. حسن was so pleased when he won first prize, حسن كان سعيد جدا أنه فاز بالبرايز الجائزة مال in the poetry competition بمنافسة الشعرية بالمسابقة الشعرية poetry. It is important to be, من المهم أن تكون patience عندك صبر when you are imaginative تكون عندك خيال واسع when you are writing poems عندما تكتب القصائد الشعرية imaginative. The queue الطابور was so long, من long فتذكر queue الطابور كان جدا طويل. It came out of the door, وصل خارج الباب. I have a lot of patience, عندي الكثير من الصبر with young children مع الأطفال الصغار. وhis dream الحلم مالته was to be a famous poet, الحلم مالته أن يكون شاعر مشهور famous poet.
هسه الستوري تايم بس خلي اشوفكم نجوبة حتى تطمئنون اكثر. هارد وركينج وبرايز وإماجينيتيف وكيو وبيشنس وباوت. نروح على السؤال اللي بعده مال قصص الكتاب الستوري تايم. رقم نمبر 1 ديسكرايب كريمز كاركتر، اوصف لنا شخصية كريم. فشخصية كريم يقول هي از هارد وركينج إماجينيتيف اند كوايت. هو ولد مجتهد وذو خيال واسع مبدع وهادئ. البعدها يقول لك what is the name of the new book كريم wants to buy، شنو اسم الكتاب اللي كريم يريد يشتري. فراح نسميه اللي هو islands of salt، جزر الملح. اوكي يعني الوراها what does saving up mean، ماذا تعني كلمة saving up، معناها الادخار التوفير اللي هي putting some money aside، وضع بعض المال على جانب، تجميع الادخار التوفير. Number 4 what do you think the collection of pounds islands of salt is about، ماذا تعتقد انه هاي مجموعة القصائد جزر الملح عن شنو تتحدث. الجواب المطول الموجود بالدليل تقول it could literally suggest an island with lots of sand، هي من الممكن ترجمتها حرفيا نقترح ترجمه لها حرفيا جزيرة مع الكثير من الرمال and salty sea water، ومياه بحر مالحة. or it could be used more figuratively، أو من الممكن استخدامها بطريقة شلون تمثيلية أكثر تصويرية أكثر، to suggest حتى نقترح لها ترجمتها a barren desolated place، مكان بعيد وقاحل ومنفى يعني، او نقدر نقول عليها الهومسيك الحنين للوطن. هذا الجواب شوية مطول بس هو يعني يريده فحاول تحفظه. بعدها نمبر 5 what had كريم been doing for months، ماذا كان كريم يعمل لمدة اشهر. what did he want to be، وماذا كان يريد ان يكون. كان يجمع ويريد يصير اول واحد يشتري الكتاب. he was saving up for months، هو كان يدخر الأموال لمدة أشهر. to be the first one، حتى يكون أول واحد. to buy the new book، يعني ليشتري الكتاب. by his favorite poet النواب، لشاعره المفضل النواب. أوكي كان يدخر فلوس مدة أشهر عمد يكون أول واحد يشتري الكتاب. number 6 وصلنا، يقول لك how many times had he read النواب's poems، كم عدد مرات اللي قرأ بها قصائد النواب. how did he find them، كيف وجدها، كم مرة قرأها وشلون رأيه بها. فقرأها مرتين ورأيه بها انه هي interesting، قرأها twice. he had read النواب's poems at least twice، قرأ قصائد النواب على أقل مرتين twice. and found them very interesting، ووجدها جدا ممتعة interesting. okay الوراها يقول لك نمبر 7 how did كريم spend most of his free time، كيف كان كريم يقضي اغلب اوقات فراغه، شو يسوي بوقت فراغه. فنقول هو يقرا ويكتب قصائد. he spends most of his free time reading or writing his own poems، هو كان يقضي اغلب اوقات فراغه بالقراءة أو كتابة القصائد الخاصة بالشعر مالته. number 8 what was كريم's dream، شن كان حلم كريم. فنقول كان حلمه يصير شاعر مشهور. كريم's dream was to be a famous poet، حلم كريم أن يكون شاعر مشهور. البعدها number 9 what did the owner of the shop do when كريم got to the door of the shop، ماذا صاحب المحل صاحب المكتبة فعل عندما كريم وصل إلى الباب مال المحل. what did everyone do، وماذا فعل باقي الناس الموجودين. أبو المكتبة إيش قام يسوي، يدق للجرس. the shop owner rang a bell، قرع ورن الجرس دقنهم جرس هيجي. and they started clapping، وباقي الجمهور الناس الواقفة
بدأت تصفق and cheering وتبتهج وتصيح وتفرح. البعدها number 10 what is the big prize for customer number 50 شنية الجائزة الكبرى للزبون رقم 50 انه يلتقي بالشاعر نواب. he will get to meet النواب راح يلتقي بالشاعر النواب. اوكي ونمبر 11 how did كريم feel كيف كان يشعر كريم why ليش الشعور كريم كان كريم was very surprised كريم كان متعجب because he didn't know what was happening بسبب انه لم يكن يعرف ماذا يحدث فكان متعجب ومتحير من امره. البعدها ال written component الانشاء المطلب الكتابي اكتب لك ايميل لقرايبك write an email to a relative about your best friend عن صديقك المفضل describing his or her appearance اصفنا مظهره والكاركتر شخصيته make use of these following words واستخدم هذه الكلمات hard working مجهد مجتهد helpful متعاون وشعره short black hair شعر قصير اسود وfriendly ودود وkind لطيف طيب وfunny looking شكله مضحك وfavorite lessons دروسه المفضلة والhobbies الهوايات المفضلة مالته. فهذا انشاء مبسط سهل العنوان مالته best friend صديقي المفضل وfrom من اسمك هنا from وائل to اسم قرايبك ودير اسم قرايبك اسم قرايبي سامي دير سامي فارزة الفروم والتو تريد نقطتين وراها تبدي كلها بحرف كبير How are you? كيف حالك؟ I am now in third class at my school أنا هسه بصف ثالث بمدرستي in بغداد in Iraq الموجودة في بغداد في العراق My best friend at school is علي صديق المفضل المدرسة اسمه علي شوف اسمي يختلف عن اسم قرايبي عن اسم صديقي ثلاث أسماء ثلاث شخصيات He is 15 years old هو 15 سنة عمره He is really good friend هو صديق جيد جدا He is very friendly هو جدا لطيف وودود He is very helpful هو جدا متعاون He is very hard working شوف دا استخدم الصفات اللي قال لي استخدمهن بس احط هي و is و very حتى اكثر بالكلام He is very hard working هو جدا مجتهد شاطر He is very kind كلش طيب He is very good at art يا درس هو زين بي هو درس الفنية كلش زين بي He is very funny looking هو جدا شكله يعني مضحك ومسلي وكذا هو ممتع أو حلو He is a bit short هو نوعا ما قصير He has short He has got short black hair يمتلك شعر أسود قصير و brown eyes وعيون بنية Email me soon راسلني قريبا واسمك اللي بديت بيه تنتهي بيه اسمك والآن اسمي وعلي يعني انت اسمك غير شيء إن شاء الله استفدتم نسأل الله القبول نسألكم الدعاء شاركوا لكي تعمل فائدة ويستفيد الجميع تحياتي لكم مع السلامة.